طيب الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة ايش؟ غلق المخرج. انحباس، ملاحظ ها كتبناها بالأحمر، انحباس شو معناها؟ ولا ذرة، انحباس نتيجة شو؟ غلق. انظر هنا، انغلاق الوترين الصوتيين عند نطق همزة ساكنة. شوف هدول الوترين شايفهم؟ هل أنا سأنطق مع هذه الصورة؟ انظروا، ي ي ي، ملاحظ؟ لما بينطبق الوترين ما عاد في مجال يمر صوت ولا ذرة، وكل حروف أجت قطن بكت كذلك. تعالوا نجربها واحدا واحدا. الهمزة جربناها ومنجربها مرة ثانية ما يكون. قولوا ي ومشي الصوت إن كنت شاطر يا شاطر. ما في مجال. طيب الجيم، طبعا الجيم الفصيحة، أد، لا لقال أجد غلطان، أد مقفول، الدال أد في مجال، القطن القاف، الطاء بكت، الباء أب، الكاف لا تفلتها لا تفلتها، أك لا تفلتها، أك المغفل المخرج مقفول ولا لا؟ طيب التاء أت لا تفلتها، أت أت، ملاحظين كيف انغلاق المخرج؟ الثمانية هذه مخرجها ايه؟ مقفول تماما. هي مين؟ مثال على الجيم، نعيده. أد أد، شايفين؟ انحباس الصوتي، انحباس جريان الصوت عند النطق نتيجة غلق المخرج. أد. طيب الآن بدنا نلاحظ ملاحظة. ألو معي ولا مالكم معي؟ طيب أجد قطن بكت، تأملوها بتلاقوا قطب جد موجودة بداخلها، والهمزة والكاف والتاء، صح ولا لا؟ قطب جد والهمزة هذه مجهورة لأنه ليست من حروف سكت فحثه شخص، بينما الكاف والتاء مهموسة لكنها شديدة، يعني عفوا اي تمام، شديدة لأنه من حروف أجد قطن بكى، لذلك أنا كنت عم أقول لا تفلتها، ملاحظ؟ طيب حنرجع من أول، أجد قطن بكت، الهمزة ي، طيب ي تون، عم لما بتقولوا ي عم تشعر هون بحلقك في ضيق ولا لا؟ في ولا لا؟ هذا الضيق من فين جاء؟ من غلق المخرج. طب قول مثلي بعد اذنك، يا تون في ضيق. طيب يؤمنون في ضيق، شو السبب؟ انغلاق المخرج. يؤمنون في ضيق، بئس بئ انغلق المخرج، في ضيق بئس في ضيق. انتبهنا كيف؟ عرفتوا ليش العربي بيبدلوا الهمزات الساكنة؟ مشان يتخلصوا من مين؟ من شدة هذه الهمزة. الهمزة حرف صعب، بل هو أصعب حرف، لذلك نص أبواب علم القراءات بتلاقيها بتتعلق بمين؟ بالهمزة. باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمتين، باب الهمز مفرد، باب نقل حركة الهمزة، باب السكت على الهمز وغيره، باب وقف حمزة وهشام على، ملاحظ؟ لك نص علم القراءات همزات. من ايش؟ من ثقل الهمزة لما فيها من الشدة. طيب قطب جد، قول مثلي، أق
لا تفلتها. أق في ضيق. طيب قول أق في ضيق. طيب قول أط لا تفلتها. أط في ضيق. شو سببه؟ انغلاق المخرج. طب قول أط في ضيق. عرفتوا ليش قلقل العرب قطب جد؟ قلقلوها ليتخلصوا مما فيها من الشدة. فالقلقلة ما هي إلا حيلة فطرية فعلها العرب بدون تفكير للتخلص من مين؟ مما في هذه الخمسة إن سكنت. قول مثلي قا في ضيق، قو في ضيق، قي في ضيق، أق في ضيق. ايه الضيق محصور وين؟ وبينا مقلقلا إن سكن. وضح إخواني؟ إذا منلاحظ إنه الشغلة مو تسلاي ولا لعب ولا يلا تعوا شو رأيكم القلقل يا شباب؟ مين نحط؟ لا لا مو الأمر أعمق من هيك بكثير، وسنتوسع في هذا المبحث إن شاء الله لما نتكلم على الصفات التي لا ضد لها، لما نتكلم عن صفة القلقلة ونبين حقيقتها وآليتها. الآن بينا المبرر تبعها، المبرر. طيب شوفوا يا شباب، خليك معي. ألو ألو، قول ورائي. أك كاف أك لا تفلتها. أك في ضيق. طيب التاء أت في ضيق. طيب لسائل أن يسأل، لماذا لم تقلقل العرب الكاف والتاء كما قلقلوا قطب جد للتخلص مما فيهما من الشدة؟ لماذا لم يقولوا أك ولماذا لم يقولوا أت؟ مين عنده جواب يرفع إيده؟ ابننا الصغير هذا. يا حبيب قلبي بارك الله فيك. قديش عمرك انت يا ابني؟ ما شاء الله تبارك، حصنتك بآيات الله ما شاء الله. الله يثبتك يا ابني، الله ينفعك وينفع فيك انت وكل جيلك ان شاء الله. الحمد لله ما بتخلى الأمة ما شاء الله. نعم، العرب لم تقلقل الكاف والتاء لأن فيهما صفة الهمس تنوب مناب القلقلة في التخلص مما فيهما من شدة. شايف حبيبي؟ لما منقول أك اسمع أك أك ملاحظ أك، فبداية الكاف شديدة نهايتها مهموسة. لما نقول أت اسمع أت أت ملاحظ بدايتها نهايتها كان سيدنا الشيخ الضباع الله يرحمه شيخ عموم المقارئ المصرية، لما يأتيه القراء ليمتحنهم من جملة الأسئلة التي كان يسألوها هذا السؤال ليختبر ما عند الشخص المختبر، يقول له كيف الكاف والتاء شديدة ومهموسة؟ الشدة انحباس الصوت والهمس جريان النفس، كيف ينحبس الصوت ويجري النفس؟ فإن قال المختبر الشدة والهمس ليسا في زمن واحد، الشدة أولا ثم الهمس، فرح الشيخ رحمه الله فرحا شديدا ودعا لهذا الإنسان ربنا يفتح عليك يا ابني كذا، وإن لم يعرف شرح له، وإن لم يعرف شرح له هذا الحكم. انتبهنا؟ لأنه ظاهر الكلام مستحيل، هو مستحيل، مستحيل أن يكون الحرف شديدا ومهموسا في آن واحد، كيف بده ينحبس الصوت ويجري النفس إلا أن يكون أن تكون هاتان الصفتان في زمنين متتاليين.
تمام. إذن أك أك أت أت، انتبهنا. فصفة الهمس في الكاف والتاء تنوب مناب القلقلة في التخلص مما فيهما من شدة، ولا حاجة لقلقلتهما كما قلقلت قطب جد. واضح يا أخواننا؟ واضح؟ على فكرة كثير من إخواننا يعني يظلمون الكاف والتاء بعدم همسهم، يأتون بإيش؟ بالشدة ويهملون، بيقول لك مثلا واتقوا فتنة لا تصيب فتنة فت، طب هذه فت، هذه الشدة، وين الهمس؟ انتبهنا؟ ورفعنا لك ذكرك، وين الهمس؟ ذكرك بآخرها شوفي، وتكلمت وبرجع بقول بعض إخواننا اللي أصولهم من البادية إلى الآن إذا تكلموا بتلاقي الهمس على لسانهم بيطلع فطرة، والله لما يتكلم أحدهم أنا أشعر بمتعة يعني، وأتمنى لو معي مسجل حتى أسجل له إيش الهمس الفطري، حتى بالمتحرك همس خفيف، همس خفيف عربي فصيح، تا بيقول لك تا تا، كا كان بيقول لك كان، لا بيبالغ فيه كما يفعله مثلا بعض الأكراد، الأكراد بيبالغوا بالهمس بيقول لك كان كا، بيجيبوها بشكل إيه أيوة. أو بعض أخواننا المغاربة، المغاربة كمان بيبالغوا بالهمس، بيقول لك مثلا تتوفاهم تتا، يعني شو بيعملوا؟ بيبالغوا بالهمس فالهمس العربي همس خفيف هو في الساكن أوضح منه في المتحرك، في المتحرك شو بيكون؟ موجود لكنه ضعيف، موجود لكن كا كانوا قليلا من الليل، كا كا سمعانين؟ كا شيء خفيف، الذين تتوفى تتا تا تا موجود بس خفيف، انتبهنا كيف؟ فهذه الصفة لا بد منها وخاصة في حالة السكون. ج ضغط الصوت المحبوس خلف المخرج وانطلاقه يحددان معالم الصوت. هذه جيم ساكنة مقلقلة، اسمع ج ج ج ج، لاحظ بأن بدايتها انغلاق، بداية شوف بداية المخرج، لاحظ لاحظ ج، شايف الأسهم وين كانت واقفة؟ خلف اللسان، فلما انفتح خرجت، شوف ج، مرة تانية ج، نعم. حرف تاني أك، الله. هذه الصورة هي فيها مرحلتين، المرحلة الأولى الشدة الله يسلمك، أك اللي هي مرحلة الانغلاق، ك اللي هو النفس حيطلع على شكل دخان، انظر أك، لاحظ بأن الأسهم تنتهي عند مكان مخرج الكاف، شوف أك، مرة تانية أك، ركز فقط على الأسهم أك، وين عم تنتهي الأسهم؟ أك، منين عم تبدأ؟ أك، من الوترين أك. طيب هلا الآن من بعد مخرج الكاف شو عم يطلع؟ أك، أيوة، نفس عبر عنه بإيه؟ أك. لاحظ بأنهما لا يجتمعان، لما بتكون الأسهم موجودة دخان ما في، لما بيطلع الدخان أسهم ما في، شوف أك، مرة تانية أك أك، شو رأيكم؟ أت هيتا كمان نفس القصة، شوف الآن الـ 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 الأسهم حتنتهي لوين؟ لمخرج التاء، شوف أت، كمان الأسهم، ركز على الأسهم أت، لاحظ أت، لاحظ أت. طب شوف الدخان منين عم بيبدأ؟ أت، من بعد اللسان، ها؟ من بعد طرف اللسان، يعني من بعد مخرج التاء أت، ولاحظ بأنه لا يجتمع هو والأسهم،
لاحظ إذا في أسهم ما في دخان، وإذا في دخان ما في أسهم، ماشي؟ هي لاحظناها. طيب هلا بدنا نلاحظ شغلة تانية. بعض إخواننا اسمعوني جيدا بيقولوا أتس أتس أتس، يعني بتلاقي الهمس وكأنه إيه؟ سين. شو السبب؟ السبب انه لما بعد ما عم يقرا مخرج التاء عم ينزل مباشره لتحت لهنا، هنا مخرج مين؟ مخرج السين، فكان عليه ان لا ينزل مباشره. هلا لاحظ لي الصوره، حتلاقي اللسان هذا طرف، وشايفين طرفه حيطلع يقرع مخرج التاء ثم ينزل الى هنا ثم ينزل الى تحت. انتبهت؟ يعني حيكون هيك أت 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 نفس. لاحظ الصورة، أت ها شفت شوف أت شفت شفت المرحلة اللي بين مرحلتين، بين فوق وبين تحت في بالنص مرحلة، لاحظها. أت أت شفتوها المرحلة اللي بالنص؟ أرجو أن ننتبه ألا ننزل بألسنتنا لتحت مباشرة. وإذا سمعت أخا من إخوانك يقول إذا الشمس كورت أو عم يأتي بشبه سين، أنا بينت لك السبب، قل له يا أخي أنت تنزل لسانك إلى تحت مباشرة، أنزله إلى بعيدا عن مخرج السين، يعني أت أت أت، وبعدين إذا بدك تنزله لتحت نزله، لكن ما تنزله مباشرة لوين؟ لمكان السين. طيب ناخذ اللي بعدها. أك أت، هذه مثل عادتنا، نحن منحب دائما نعمل إيه؟ مقارنة. الشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان على الترتيب، فهذان الحرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. هي عبارة الضباع الله يرحمه، من بركة العلم. طبعا بتلي في أي كتاب؟ لا، هذه نقل ليها أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله عن الضباع، يعني بالفم هكذا، شديدتان في أولهما مهموستان في آخرهما. واضح يا أخواننا؟